الندوة الوطنية الجامعة هي الإجراء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لضمان انتقال سلس للسلطة. الندوة التي تتخلل المرحلة الانتقالية ستستدعى لها مختلف أطياف المجتمع على أن تحدد آليتها مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة. بعد تشكيل الحكومة سوف نمر إن شاء الله كجزائريين إلى وضع الآليات اللازمة لهذه الندوة الوطنية الجامعة. هذه المرحلة الانتقالية التي قررها الشعب الجزائري والسيد رئيس الجمهورية هي مرحلة سوف تجعلنا في إطار هذه الندوة الجامعة إن شاء الله على أن تكون قوة اقتراح وأن تكون قوة قرارات التي سوف إن شاء الله تخرج الجزائر من هذه الوضعية. الندوة التي ينتظر أن ترسم معالم الجمهورية الجديدة محطة ينتظر من مختلف الأطراف إثراءها وبالخصوص المعارضة، لكن أطياف المعارضة المجتمعون لخامس مرة ترفض المشاركة، واقع يجعل الوزير الأول الجديد في مهمة لم الشمل. أدعو مرة أخرى من هذا المنبر كل الشركاء وخاصة الشركاء اللي هم موجودين في المعارضة لأن يتواصلوا في لإمكانية التحاور مع بعض، التكلم مع بعض، الاستماع إلى بعضنا البعض. تبني المطالب التي حملتها رسالة الرئيس لن يتأتى إلا بفتح الحوار أمام الجميع بما في ذلك ممثلي المشاركين في المسيرات، حوار يدعو إليه الوزير الأول لضمان حلحلة الأزمة. شفنا طلبة، شفنا أساتذة، شفنا أطباء، شفنا كل أطياف المجتمع الجزائري، وأنا أؤكدها مرة أخرى بأننا مستعدين وعازمين ورغبتنا قوية وأبوابنا مفتوحة لأن نتحدث ونتبادل الرؤى وأن نستمع إلى بعضنا البعض مع كل ممثلي المجتمع الجزائري. بين دعوة الحكومة للحوار وما تحمله شعارات المتظاهرين من مطالب التغيير، تبقى معالم نجاح الندوة الوطنية الجامعة متوقفة على ما سيحمله الشارع الجزائري.